صباح النور ألكساندرا، وشكرا لك وللانا. صباح الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يوم جديد. معكم أخصائية التغذية العلاجية رند الديسي. مثل ما نحن شايفين الطقس عم يتغير، عم نفوت على الشتاء، شهر 11 جاي، وكل الأشخاص هلأ معظمهم عم بيعانوا من أمراض الزكام، الإنفلونزا والجريب. هل في طرق أنا ممكن أساعد جسمي أنه يتخلص من هاي الأمراض؟ أو هل في طرق أنا ممكن أحد من هذا المرض؟ وإذا ما قدرت أحد منه، طب ممكن أنا أقلص الفترة المرضية للأشخاص؟ أكيد هاي الطرق كلها موجودة بالغذاء الصحي والغذاء المضبوط. إذا أنا بدي أجي أتفرج شو هي الأكلات اللي أنا ممكن أكلها، أو شو هي الطرق اللي أنا ممكن أستخدمها لحتى أحد أو أقلل من المرض، لازم دائما نحن نركز على ثلاث فيتامينات مهمين كتير. هاي الفيتامينات بنسميها الفيتامين A، الفيتامين C، والفيتامين E. طيب خلينا نبلش أول شيء بالأكل الصحي. نحن بنعرف إنه المكملات الغذائية ممكن تعطيني هاي الفيتامينات، بس طبعا المكملات الغذائية ما بتحل محل الأكل الطبيعي، لأنه هاي المكملات في معظم الأحيان ما بتعطيني كل الحاجة تبعت الجسم. الأكل فيه مواد كتير أغنى من هاي المكملات، مثل الفيتامينات المكتملة، مش بس الثلاث فيتامينات اللي احنا بنحتاجها. الأكل بيعطيني البروتين، بيعطيني النشويات، بيعطيني الدهون اللي جسمي بيحتاجها. طيب خلينا نبلش شوي شوي مع بعض. أول شيء نحن حكينا أنه الأكل ممكن أولاً أنه يساعد من التخلص من المرض، بيساعد الحد من المرض، وغير هيك ممكن كمان أنه يساعد على تقليل الفترة الزمنية اللي أنا ممكن أقضيها مريض أو بهذا الشتاء طبعاً تعبان. خلينا نبلش نقول عن هاي الفيتامينات. ليه الفيتامينات A أو الفيتامين A و C و E اللي نحن ركزنا عليهم؟ فقط لأنه هاي الفيتامينات تحتوي على مضادات الأكسدة اللي نحن بنسميهم الأنتي أوكسيدنتس، أو اللي هي مضادات الأكسدة. خلينا نشرح شوي عن مضادات الأكسدة. هاي المضادات اللي بتعمله بالجسم إنه هي بتحارب كل الخلايا الفورن، أو اللي هي يعني جاي تغذي الجسم، أوكي، فهي بتحاربها وتقوم بتخلص منها. هاي الفيتامينات أو المضادات الأكسدة موجودة كتير بهدول الفيتامينات اللي حكينا عنهم، الـ A والـ C والـ E. هلأ طبعاً ممكن ناخدهم على شكل حبوب، أوكي، واللي هي الحبوب اللي كل الأشخاص بيقوموا بتناولها. هاي الحبوب موجودة بشكل كبير بالصيدليات. أي شخص ممكن يفوت على الصيدلية يطلب من الصيدلي أنه والله أنا حابب أخذ حبوب بالفيتامين C، حبوب بالفيتامين A، ودائماً نحن بنعطي هاي الحبوب بدون دكتور ما يكون وصف لنا إياها. طيب شو هاي مخاطر الحبوب هاي على جسمي؟ خلينا نشوف. أول شيء الحبوب بتيجي بالشكل التالي، أوكي. هاي الحبوب بتعطيني الفيتامينات اللي أنا بحتاجها من جسمي، وبنفس الوقت بتعطيني كمية كتير كبيرة من هاي الفيتامينات. ممكن هاي الكمية تكون أكتر من الحاجة اللي أنا جسمي بيحتاجها. الأشخاص، في كتير أشخاص ممكن تتضرر من هاي الحبوب، ومعظمهم بيكونوا الأشخاص اللي عندهم قصور بالكلى. دائما الأشخاص اللي عندهم قصور بالكلى بيكون أوريدي على الكلى، يعني من قبل على الكلى في ضغط كبير. فأنا لما أخذ الفيتامين سي خصوصا لأمراض الكلى بشكل وافر أو بشكل كبير من هاي الحبوب اللي بتأمن لي تقريبا 2000 ميلي جرام بكل حبة، 1000 ل 2000 ميلي جرام، هاي الفيتامينات أو الفيتامين سي خصوصا بحط ضغط كتير كبير على الكلى لحتى الكلى تقوم بالتعامل مع هذا الفيتامين. بس بنفس الوقت اللي نحن ما بنعرفه، اللي لازم نحن نعرفه، انه جسمي ما بيقدر يمتص اكثر من 500 ملي جرام من الفيتامين سي يوميا. فبغض النظر اذا انا اخذت 1000 ملي جرام او 2000 ملي جرام، انا ما عم بفيد جسمي باي شيء، بس عم بزيد الحمل على الكلى اللي هي عم تقوم بتفلتر هاي الاشياء. بالإضافة إلى ذلك، في كتير أشخاص بيعانوا من عصارة الهضم أو مشاكل بالهضم، وبنلاقيهم عم بياخدوا الحديد. الحديد كتير بيتعب هدول الأشخاص، لأنه أوريدي الحديد كمان بيعمل إمساك بالمعدة، واللي هو بصير صعب إنه نحن نتخلص من هذا الإمساك مع الفترة الطويلة. وطبعاً الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض الكبد، نحن بنعرف إنه الكبد بخزن كتير من الفيتامينات فيه، وخصوصا لما نحن نحكي عن الفيتامين A والفيتامين E اللي هم بيتخزنوا بالكبد لأنهم فيتامينات بتدوب بالدهن. فهدول الفيتامينات نحن لما نخزنهم بالكبد، نحن عم نحط على الكبد كمان لود أكثر من طاقته، أو عم نحمل الكبد أكثر من طاقته، ممكن أنه نحن نتعبه.
للأشخاص اللي بيعانوا من الكبد، من الكلى، من أمراض طبعا الكبد والكلى ومشاكل بالهضم، نحن بننصح أنه ما ياخذوا أي نوع من الفيتامينات أو المعادن اللي ما بتعطيني إياها الأكل. طب إذا أنا بدي أجي أقول أنا ما بدي أخذ فيتامينات ومعادن، بدي أخذ الفيتامينات والمعادن اللازمة لجسمي من أكلي فقط لا غير، بقول طيب شو هي هاي المصادر لهاي الأكل؟ فينا ناخذ نحن مثل رول كتير سهلة، هي بتقول كل شيء كل ما كان ألوان أكتر في غذائي كل ما بيكون نسبة الفيتامينات والمعادن فيه أعلى وأغنى. هلأ مثل ما شايفين على الشاشة عندنا نوع الأكل أو الألوان الموجودة عندي بالمأكولات وشو هي بتعطيني الفيتامينات معها. خلينا نبلش نشرح عنهم واحد واحد. نبلش أول شيء باللون الأصفر أو البرتقالي اللي هو بيعطيني مادة ما تسمى الفلافونويدز والبتا كاروتين. كثير منا وإحنا وصغار سمعنا أنه اشرب جزر بأول نظر، بس ولا مرة كنا نعرف إذا هذا الحكي مزبوط أو لا، والحقيقة هو مزبوط. البتا كاروتين أثبت علميا أنه بيساعد أنه يتخلص من أمراض العيون، وخاصة أنه هو بيقوم بامتصاص كل الألترا فايلت لايتس أو الأشعة تحت البنفسجية اللي إحنا نكتسبها من الشمس أو من الحياة الطبيعية. بيقوم هذا البتا كاروتين الموجود بكل شيء لونه أصفر أو مائل إلى البرتقالي بامتصاصه بالتخلص منه بالجسم. طيب شو شو كمان الفوائد اللي بتقدم لي اياها هاي المأكولات؟ طبعا فيها نسبة عالية من الفيتامين سي، واثبتت دراسات انه الفيتامين سي بيقوم من تقليل المرض او تقليل حدة المرض، بس ما بيقوم بالحماية منه. اوكي، يعني نحن دائما لما بنسمع انه رح ارشح بقول لك خذ لك حبة فيتامين سي بتحمي من المرض، هذا الشيء مزبوط اذا انا كنت مريض بتخفف من حدة المرض، ولكن مش رح تساعدني اني اشيله كليا. اللي بيساعدني انه اشيل المرض كليا هي الغذاء الصحيح من اكثر من نوع من خضرة وفواكه اللي نحن عم نحكي عنهم. هذا هو النوع اللون البرتقالي. البرتقالي ممكن يكون بالكلمنتين، ممكن يكون بالكاكا، ممكن يكون بالجزر، ممكن طبعا كمان يكون بالبرتقال، ممكن يكون بكل شيء لونه برتقالي أو مائل إلى الأصفر، الليمون طبعا والمانجا. طيب خلينا ننتقل للألوان الأخرى واللي هو اللون الأحمر. اللون الأحمر بيحتوي على مادة اللي هو الأنثيوسيانينز واللايكوبين. اللايكوبين هي من أهم المواد اللي نحن بتفيد بشرتي، بتساعد إنه البشرة ترجع تتجدد من جديد، بتشيل الخلايا الميتة من البشرة، وكمان بتساعد إنه البشرة تظل نضرة لفترة طويلة كتير. وإذا منلاحظ إنه نحن كل المنتجات اللي نحن بنشتريها من مستحضرات التجميل اللي فيها الكريمات للوجه والكريمات اللي دائما بتوعد إنه الشخص يكون يعيش جلده بطريقة صغيرة لفترة أطول أو يظل بشرته ناعمة لفترة أطول، فيها كمية وافرة من الفيتامين سي ومن الفيتامين اي اللي هم نحن بنلاقيهم باللايكوبين اللي موجود بكل شيء لونه أحمر، وبالبتا كاروتين بكل شيء موجود لونه أصفر وبرتقالي. اللون الأحمر اللي هو مثل ما حكينا اللايكوبين موجود بالتفاح، موجود بنسبة عالية ووافرة بالبندورة، واللي نحن ما بنعرفه أن البندورة من أفيد المواد وفيها فيتامين سي أكثر من الموجود بالحمضيات. دائما نحن بنقول أنه الحمضيات هي أعلى مستوى الفيتامين سي، بس هذا مفهوم خاطئ. البندورة والكيوي بيعطوني فيتامين سي أعلى بكتير من كل الحمضيات الموجودة عنا. طيب هلأ نيجي غير عن فوائد اللايكوبين للبشرة وللصحة، لازم نعرف أنه اللايكوبين بيحمي من الأمراض المسرطنة وخصوصاً البروستيت كانسر عند الرجال، بيحمي منها بشكل كبير كتير. وأثبتت دراسات علمية أخذوا أكثر من 40 رجل في عمرهم فوق 40 سنة، وأثبتوا أنه كل الأشخاص اللي كانت تستهلك اللايكوبين بشكل يومي كان عندهم حماية من هذا المرض أكثر ب3 مرات من الأشخاص اللي ما كانوا يستهلكوا أي نوع من الفيتامينات أو المعادن الطبيعية. خلينا ننتقل لللون البنفسجي أو الأرجواني اللي نحن بنلاقيه بكمية وافرة بالبتنجان، بالتوت البري وبالعنب. بالعنب اللونه غامق مثل اللي نحن هلأ شايفينه. هاي كمان المواد اللي موجودة فيه بتكسر الفري راديكلز اللي نحن أوريدي حكينا عنها، بتقوم بتكسيرها بشكل كبير وبتتخلص منها من الجسم بالضبط مثل ما هي بتحمي من مواد المسرطنة. هيك بيكون عندي كوب كامل من العنب، إذا نحن بدي أستهلك كمية يومية بيكونوا تقريبا 15 حبة أو قطف عنب صغير.
طيب غير هيك أثبت الدراسات كمان إنه العنب فيه مواد ممكن تتخلص من كل الشحوم والدهون الموجودة على منطقة البطن بعد استهلاكه لفترة 3 أشهر أو أكثر على شكل يومي. فنحن مش بس بنستفيد من الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه، بس كمان بنحافظ على شكل جسمنا الصحي والرشيق. ننتقل للون الأخضر واللي هو الأخضر الغامق مثل ما نحن شايفين هون، اللي هو فيه مادة اللوتين. مادة اللوتين من أهم المواد اللي بتعطيني غذاء لجسمي، بتعطيني غذاء مشبع. هذا الغذاء موجود بكل شيء لونه أخضر، مثل التفاح الأخضر مثل ما شايفين هون، مثل الخيار، مثل الفليفل الخضراء، ومثل الأفوكادو اللي نحن رح نحكي عنه. هذا المواد الخضراء بتزيل الأستروجين اللي هو الهرمون النسائي الزائد، اللي هو كمان بيؤدي إلى كثير من الأمراض وبيؤدي إلى زيادة العمر بشكل كبير، وكمان كثير بتحمي من المواد المسرطنة اللي نحن عندنا إياها بالجسم، وأكيد فيها نسبة وافرة من الفيتامين سي والأي والإي اللي نحن حكينا عنهم اللي بنحتاجهم لنحمي جسمنا من أمراض الزكام، الإنفلونزا والجريب. طيب ليه نحن نقينا الأفوكادو على شكل خاص؟ الأفوكادو هو بشكل غذاء كامل من نسبة الدهون الجيدة اللي موجودة فيه. أي شخص محب يستبدل الدهون اللي نحن بناخدها بشكل يومي من الزيوت السمنة والزبدة لدهن صحي، ممكن ناخد نحن كوب من الأفوكادو اللي هي بتيجي تقريبا نصف هاي الحبة، ويفضل أنه نستناها لتكون طرية كتير، ويفضل كمان أمرار نزيد لها زيت الزيتون اللي هو بيزيد من كمية الفيتامينات وامتصاصهم من الأفوكادو، علما بأنه المعادن والفيتامينات اللي فيها هم من المعادن اللي بيدوبوا في الدهون، فنحن بنخزنهم على فترة أطول. ومن المهم طبعا نعرف أنه أنا إذا بدي أخذ فيتامينات من معادن الأي، من فيتامينات الأي والإي، كتير مهم أنه نستشير طبيب، لأنه هاي المعادن بتقوم والفيتامينات بتقوم بتخزينها بالجسم، فتخزينها الزائد بالجسم ممكن يؤدي إلى تسمم الفيتامينات الزائد، فنحن بدنا ننتبه كتير من هاي الفكرة، ودائما ناخذ كمية معقولة من الأكل، وإذا ما قدرنا نحن ناخدها من الأكل ممكن نستخدم الفيتامينات والمعادن كمكمل غذائي، ونعرف أنه هو أبداً ما بيستبدل غذائي اليومي. خلينا ننتقل للألوان البيضاء اللي هي بتكون من الموز، الجوافة والبصل، ممكن كمان نلاقيها بالزهرة. نحن دائماً بنفكر أنه الجوافة والموز هي من الأصفر، ولكن لا، هي من الأبيض. كمان طبعا هاي المواد كتير مهمة لأنها بتعطيني نسبة كتير عالية من الألياف، الألياف اللي هي بتساعد جسمي على التخلص كمان من المواد المسرطنة، خصوصا سرطان الكولون. أوكي، وغير هيك هاي الألياف كمان بتساعدني يكون عندي جهاز هضمي بيشتغل بطريقة صحية وسليمة. طيب نعود بس نذكر بالألوان الخضراء، كمان نسينا نذكر شغلة إنه هي فيها سلفر عالي. كل ما كان السلفر أعلى بكمية الأكل كل ما بيكون مغذي أكتر. أوكي، كيف ممكن أعرف إذا هذا المادة فيها سلفر عالي أو لا؟ كل ما كان لونها أخضر أغمق بيكون فيها سلفر أعلى، مثل البروكلي، مثل الأفوكادو، مثل الفليفل الخضراء. التفاح فيه سلفر بس بكمية أقل، ونفس الشيء بالنسبة للخيار. عشان ناخذ نحن، عشان اعرف بشكل عام كيف ممكن استهلك هاي الخضار والفواكه، شيء كتير سهل، بدنا 5 إلى 7 أكواب يوميا من الخضار والفواكه. 5 إلى 7 أكواب ممكن ناخذهم بفترة 5 أكواب من الخضار، و3 أو 4 من الفواكه للأشخاص اللي حابين يخسروا وزن. أما الأشخاص اللي مش حابين يخسروا وزن ممكن ناخذ 5 إلى 6 من الفواكه، والثلاثة المكملين يكونوا من الخضار الخضراء. طيب خلينا نشوف شو نصيحتنا لليوم. نصيحتنا لليوم لكل الأشخاص اللي بيتمنوا إنه يكون عندهم بطن مسطح، ممكن يكون عنا عرس، ممكن يكون عنا حفلة بدنا نحضرها، بدنا نلبس شيء ضيق، بدنا نلبس شيء يكون مناسب لجسمنا. الحل كتير سهل، كتير مهم إنه ناخد شاي النعناع قبل بساعتين من ما نقرر إنه نحن بدنا نطلع من البيت. شاي النعناع بيتخلص من كل سموم الجسم، وبنفس الوقت بيساعد الحركة الهضمية إنها تتحرك أكتر، فنحن بيكون عنا بطن مسطح بعد هيك. كمان بهار الكمون أو شراب الكمون ما ننسى قديه هو مفيد للجسم، لأنه بهار الكمون بيقوم على كل امتصاص كل الغازات اللي عندي إياها بجهازي الهضمي، فبيساعد أنه نتخلص منها، وكمان يعطيني بطن مسطح. خل التفاح كتير مهم،
خل التفاح ليه مهم؟ لأنه خل التفاح بيحتوي على الألياف. من وين نحن بنجيب هاي الألياف؟ لأنه خل التفاح هو عبارة عن تفاح مجفف وبعدين بخللوه لحتى يصير يعطيني خل، أو هو كمان مرات بيطحنوا ليكون خل تفاح. هذا الخل فيه نسبة وافرة كتير من الألياف اللي بتساعد على الهضم. وكيف أنا بدي أخذه؟ ممكن أزيد معلقة كبيرة طعام يوميا على وجبة الغداء تبعيتي لأأمن أنه يكون عندي بطن مسطح. كمان ممكن نلجأ اللي هو لعصير التوت المر أو اللي هو الأسيرولا. كتير من المشاهير بيستخدموا هذا العصير الأسيرولا لحتى يتخلصوا كمان من المعدة. بيكون عندهم قبل الحفلة بساعتين أو بثلاث ساعات بياخدوا هذا العصير. هذا العصير بيساعد على تسهيل عملية الهضم بالجسم لدرجة كبيرة، وبالتالي نحن بنخرج من الجسم المواد السامة وبنكون فضينا معدتنا من استهلاك هذا العصير. وكتير مهم أنه نحن نبتعد بهاي الفترة عن كل شيء فيه ألبان وأجبان، لأنها بتحتوي على البكتيريا اللي هي البري والبروبيوتكس اللي هي بتعمل النفخة بالمعدة. الصورة بعد الصورة اللي نحن هلأ شايفينها بتحتوي على الأسيرولا اللي نحن ممكن نشوفها لحتى نعرف شو هو هذا التوت البري. هو مزبوط مر طعمه، بس كمان فوائده كتير عالية وكتير كبيرة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا بفقرتنا التغذية لليوم، ومنشوفكم إن شاء الله بالأسبوع القادم لنتحدث عن موضوع جديد. نرجع لانا وألكساندرا مع يوم جديد، وشكرا لكم. شكرا لك رند، اكيد قديسي على هاي المعلومات التغذويه المهمه، وان شاء الله بالسلامه للجميع. اتبعوا تعليمات اللي حكتها اكيد رند، ان شاء الله ما بتنصابوا باي امراض من جراء تغير الطقس.